جهوي في الشغل الصاقص بالجريانة، وخاصة مدام نادية اللي بقينا على سيرة ببعضنا بالتليفون لمدة طويلة، نتشرف بمعرفتك، كذلك مدام سامية ومدام سهام ساسي الحقيقة اللي كانت الفضل في الأصل تكوين النقابة. علاش؟ خاطر احنا مشينا نعملوا في التكوين، قلنا علاش تبقى في غرف مجن الحوايج هذي، علاش ما نخرجوهاش في الواقع، علاش ما تكونش بالحق ثم نقابة، وعلاش الاتحاد العام التونسي للشغل يكون باعتباره هو العباد هذه اللي نظمها وهيكلها، علاش ما تكونش نعملوا نقابة وتكون العاملات هذوما منظمات ويكون يفكوا حقوقهم بطرق قانونية ومشروعة. هيك عليها جات الفكرة. الحقيقة فرع الجازية وبنات فرع الجازية كانوا لمدة عام كامل يخدموا مع العاملات اتصالات ومجهودات كبيرة مع العاملات باش لمدنا باش كانت التحرك العظيم اليوم ذاك بالحق الحلم أنا نعرفها حسيت واحدة أنه بالحق تخلق ولينا في حال في جو آخر. نهار اللي خرجت نساء عاملات معتمدات البنيانة خرجوا في التحرك الاحتجاجي للمطالبة بحقنا في العمل اللائق في تحسين وضعيتهم في النقل في التغذية الاجتماعية، وفهموا ايش معناها الوعي النقابي. هما بطبيعتهم عندهم وعي فطري، وعي فطري ووعي للنقابة كيكة معناها فطري، وزاد بالحق بالمجهود نتاع المحلي والجهوي والشراكة بين المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل. وصلنا أن اليوم نعملوا مؤتمر تأسيسي، أنا فرحانة برشا بالحق، فرحانة خاطر الحلم تحققت، وفرحانة أنه يزيدوا ياخذوا حقوقهم ويولي الإطار هذا القانوني بتاع النقابة تخلي لهم يخدموا على غد أفضل وعلى حوايج بالحق مطالب بسيطة.